الخليج اللي بقي الآن في الدوري هو وهجر الاثنين اللي صعدوا أكدوا بقائهم. ذلك التغيير أثر فريق على فريق نجران بإخراج اثنين مؤثرين. هذه كرة ملعب العرضية. ماذا فعل نجران وماذا فعل الخيبري؟ هل هي رمية من غير رامي؟ لكنها رمت وضربت بحلق المرمى وفي التسعين في مرمى العروبة. ماجد الخيبري سجل هدف خرافي في التسعين، في الثمانيات، في الزاوية الصعبة، في القاتلة، عرضية عرضية قاتلة قاتلة في المرمى العرباوي. هدف للظهير الأيسر، للظهير الأيسر ماجد الخيبري. شوف 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 يو 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 أو 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 في آخر الزاوية. صعبة صعبة على أي حارس، على أي دفاع، على أي فريق. يا في آخر الزاوية وتبين مدى صعوبتها، مدى خطورتها. هذه لازم تجيب لك أصعب وأقوى الحراس حتى ممكن إنه يبعدها، ممكن يبعدها ممكن لا. فبالتالي ما تلام يا رافع يا رويلي، فبالتالي العروب